ايه؟ ايه؟ في حاجة مزعلاك في الدنيا؟ لا انت لابس لها الوش ده كده على طول احتياطي صح؟ انا لابس الت... ال... الوش الطيب وقليل ايه؟ لابس وش الطيب وايه؟ وقليل قريب ايه اللي هيحصل؟ ها؟ ها؟ ايه اللي هيحصل؟ مش عارف؟ اه طيب انت عارف انت فين دلوقتي ولا مش عارف؟ لا فيك ده اسمه إيه جلدل جلدل بصي بقى هو ده بقى اللي أنا عايزاه الجلدل ده عشان احنا في اوضه العلوم دوره كالاتي انه لو اللي قاعد قدامي من الطلاب جاوب صح الجردل بيطلع لفوق ومش بيغرقوا ميه ولو جاوب غلط الجردل بيفضل ينزل لتحت وبيرمي عليه ميه سخنه مولعه مستعد مستعد جاهز يلا نبتدي اسالك اسئله وترد عليا بسرعه بس قبل ما اسالك اسئله عايز اعرف انت شايف نفسك ذكي ولا شايف نفسك غبي 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 ليه غبي غبي ليه ما نفسي؟ طب ليه حسيت كده مش يمكن تكون ذكي أه لا انت متاكد يعني مريت بتجارب قبل كده كلها اثبتت لك ان انت غبي اه طب تيجي نغير فكرك عن نفسك لا مش عايز تمام يعني تعالى اختبرك عشان ااكد لنفسي ان انت غبي اوكي يلا اسمك ايه بسرعه ياسين عندك كم سنه ست سنين بابا اسمه ايه احمد عنده 5 سنه بسرعه 30 عنده 30 ماما اسمها ايه ماما اسمها نور عندها كم سنه 23 عندها 23 قول لي 4 في 4 بكام 4 24 24 قد سن ماما 2 في 2 ها يلا الجردل هينزل 24 الجردل هينزل 23 23 مين يزود؟ ها عندها كم سنة؟ ها 34 عليا ب 50 ها مين يزود؟ قول 34 و50 أنت بتزود قليل الأول وده ما يمشيش المزاد معانا اعلى معايا عليا ب 70 عليا بكام؟ ها يلا واحد واحد علال عليك المزاد خلاص انت عديت من المرحله الاولى دي يا سيدي هسالك دلوقتي اغاني وانت تختار ما بين ثلاث حاجات مستعد اه الاغنيه بتقول سحراني ليل ونهار اهم الهوى وحبيبها ومنها ولا وخالتها حبيبها اوكي عايم في بحر الغد شط الندالة بهلوان مليان بتنجان بهلوان ومليان بتنجان التلاتة ده شط الندالة كده هيفيد علينا صح؟ طيب انا وشادي غنينا سوا لعبنا على التلج الفلج المرج التلج التلج برافو عليك الاجابه صحيحه طب ايه قلوب الناس ادويها اعد فيها اقليها اقليها تقليها انت بتحبها سبايسي ولا مقليه مقليه قلوب الناس اه طب وقلوب الفراخ بتحبها ايه حمام محمره تحبها محمره اه انت فامباير اه انا فامباير دلوقتي بقى هنحط دي هنا اوكي وتحاول تعديها كده زي ما انا ماسكاها من غير ما تلمس الحديده عشان لو لمست الحديده آه! انا هتكهرب ماشي اوعى تكهربني والنبي آه! آه اي أيه استنى لا لا اوعى تمسك بالحديده اللي فوق لازم تمسك بالخشبه دي عشان ما تتكهرب ثانيه واحده ما تعملش حاجه غير لما اقول لك ثانيه واحده لحد ما اوصل نفسي بالكهرب ثانيه واحده

يزل القرد عليه اي حرام عليك حرام عليك معلش 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 استني 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 لازم تكملها للآخر وانت بتقول اننا بنحمل الورق الورق اننا بنحمل الورق ايوه 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 يلا قول قول ارنبنا في مولر ارنبنا في مولر حرام عليك حرام عليك انا هيجي الكهرباء حرام عليك حرام عليك خلاص يا ابني خلاص يا ابني انت ايه؟ انت جاي من شركه الكهرباء مش تعملها مش عارف تعملها ليه يعني؟ انت صغير اه ايه دي لباب الكهرباء بتروح جامد مبروك يا ياسين انت كسبت معانا في تحدي غرفة العلوم، جاهز للتحدي الجاي؟ ما تبصش للجردل خلاص مفيش فيش جردل، جاهز؟ مستعد؟ أو. تحدي العلوم كان سهل ولا كان صعب؟ صعب صعب ولا سهل؟ صعب اوكي مستعد بقى للتحدي الجاي؟ اه يلا بينا باي باي